كنظن أن جاوب على السؤال فبالرجوع إلى مدونة الأسرة، يعني منذ أن وضعت سنة 2004 كنوجدوا بأنه المشرع جاب مجموعة من القواعد القانونية سواء الشكلية ولا الموضوعية اللي كتنظم مسألة التعدد في القانون المغربي. وفي مدونة الأسرة يعني منذ أن تم تعديلها في 2004 لم تكن تتضمن شرط موافقة الزوجة فيما يخص التعدد، بل المشرع أعطى الصلاحية والإمكانية للقضاء هو اللي غادي يحدد السماح من عدمه فيما يخص مسألة التعدد، وطرح مجموعة من إجراءات اللي هي قانونية باش يمكن ينظم هذا التعدد في الاتجاه اللي كيحافظ أولا على المبادئ العامة اللي كيقوم عليها قانون الأسرة لاعتبار أنه مستمد من الشريعة، وفي نفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار تحولات اللي عرفها المجتمع المغربي فيما يخص تنظيم الأسرة. إذن مسألة اشتراط موافقة الزوجة من عدمها لم تكن في يوم من الأيام منصوص عليها أو لمشترطة في القانون المغربي بصفة خاصة في مدونة الأسرة. قلت في الأول بأن مدونة الأسرة الآن ضمت المسألة للتعدد ووضعت لها مجموعة من الإجراءات بهدف أنه تقننوا إن صح التعبير، لأنه هو أولا ظاهرة اجتماعية. ملي كنهضروا على التعدد كنقول بأنها ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالمجتمعات، إذن التواجد هذا الظاهرة التعدد إلا حاولنا ننظروا لها من منظور علم الاجتماع كنلقاو بأنها تراجعت بشكل كبير نتيجة التحولات اللي عرفها المجتمع المغربي من انتقل من المجتمع التقليدي المرتبط بالبادية بالدرجة الأولى إلى مجتمع حضاري مرتبط الآن بالمدينة، والإشكالية المطروحة على مستوى المجال الحضاري فأولا مسألة ديال العمل، مسألة ديال الوقت، مسألة الدراسة، ارتفاع نسبة الدراسة، الصغر البيوت إن صح التعبير الآن مكان الإقامة، هذه كلها مجموعة من الأشياء اللي أثرت على مسألة التعدد. كيبقى على مستوى النص القانوني أنه مدونة الأسرة اشترطت شروط معينة ينبغي توفرها لكي يتم السماح بالتعدد، بمعنى أن التعدد أصبح مراقب من طرف القضاء. وبالأشياء اللي كيشترط المستوى الموضوعي أنه لابد من توفر ظروف استثنائية، ولابد أن تكون للزوج الراغب في التعدد القدرة المالية لكي يقوم بفتح بيتين مثلا. إذن هذه هي القواعد اللي أتت بها مدونة الأسرة، ومسألة الظروف الاستثنائية كتدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي، هو اللي غيحدد واش بالفعل هناك ظروف استثنائية تسمح بالسماح أو الإذن بالتعدد من عدمه. هذه كما قلت في الأول المسألة تعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة وللقاضي اللي يفرض أنه يقوم بالتطبيق السليم للقانون، لأنه ماشي معنى أنه الشخص عنده إمكانية المادية غتسمح ليه بالتعدد، بل لابد بالإضافة لإمكانية المادية أن يكون هناك الشرط الموضوعي الاستثنائي. مثلا بين الشرط الموضوعي الاستثنائي لحاولنا نديروا دراسة مثلا القراءة في الملفات ديال التعدد اللي تفتحت أمام المحاكم المغربية منذ 2004 إلى الآن، يعني تقريبا التجربة ديال 18 سنة، كنوجدوا من بين الأشياء مثلا مسألة مرض الزوجة، يعني بعض الأمراض اللي بصفة خاصة أمراض جنسية مثلا اللي ما بقاش عندها القدرة أنها تلبي الحاجيات الشرعية للرجل مثلا. كاين نقطة أخرى مسألة ديال رغبة الزوج في الأبناء في حين أنه المرأة ما كتكون مثلا عاقر. كاين بعض الحالات الأخرى ربما اللي عندها علاقة بسميتيني وهناك تكون كيمكن أن السماح ديال المرأة رغبة في سميتيني، كتكون مرأة مثلا لحقت واحد السن معين أو مريضة ومفروض أنه لابد من مرأة أخرى كتحافظ على تربية الأبناء. يعني خاص مجموعة من الأشياء اللي يمكن تعطينا مبرر استثنائي اللي كيقنع المحكمة بأن هذاك الطلب ديال التعدد أو الطلب الإذن بالتعدد راه له ما يبرره. بل في جميع الحالات فالرجل ملزم أنه إذا أراد أن يقوم بالتعدد أن يسلك مسطرة الإذن بالتعدد. هذا الإذن بالتعدد كتطلب منه أنه يلجأ للمحكمة، والمحكمة كتعين الملف وتستدعي الأطراف، كتستدعي الزوجة الأولى وكتستدعي الزوجة الثانية باش تشوف مثلا الرأي ديالهم ككل،
واش هما موافقين انهم للزوج المفروض ان المراه المقترحه للزواج بها كثانيه، وعلى علم بان هناك تعذر بين السيد راه متزوج بالاولى واش قابله سميتيني عاد الاخرى تاخذ الراي ديالها باش المحكمه تكون قناعه ديالها. وهنا في ديك الساعه كنهضروا على الظروف الاستثنائيه والامكانيات الماديه. اذا المسطره لابد ان تتم امام القضاء، والقضاء هو اللي في الاخير كيحدد باش واش يعطي الاذن من عدمه. اذا في هذه الحاله انه الموافقة الزوجة لا تطرح، يعني ماشي هي اللي كتشترط أنه يوقع سميتو التعدد، المحكمة هي اللي كتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في القانون باش يمكن تسمح بالتعدد. الأصل هو أنه قبل الإذن بالتعدد المحكمة كتأكد هل بالفعل هذا الرجل سوف يساوي ما بين الزوجتين. هذا بين الشروط الأخرى التي توفرها وسميتني ضمان المساواة بين، إذا اتضح لها بأنه لا يمكن أن يساوي يمكن ما تسمحش بالتعدد. وكان نقطة أخرى هو أن قبل الإذن بالتعدد راه كتأكد من الزوجة الأولى سميتي من مدى موافقتها أو رفضها، لأن إذا كانت مثلا المرأة الأولى متمسكة بالرفض واتضح بأن هناك شقاق يمكن يتحول هذا الطلب التعدد إلى شقاق، يمكن هي تطلب طلاق للشقاق، وفي هذه الحالة كيوقع طلاق المرأة الأولى على أساس أنها تزوج مرة ثانية، مابقاش كنهضروا على التعدد. إذا يمكن أن في أثناء جري المسطرة أن المرأة الأولى تمسك بأنها ما بغاش تزوج عليها، وكيمكن تمسك ديك الساعة بمسطرة تطلق الشقاق، والمحكمة أنها كتسميتو دير الإجراءات المتعلقة بمسطرة تطلق للشقاق. كاين نقطة أخرى اللي ربما نسيت ما درتهاش، وأنه ما يمكنش نهضروا على التعدد إلا كانت المرأة الأولى اشترطت في عقد الزواج عدم تزوج عليها. إذا كان عقد الزواج كيتضمن بأنه المرأة كتشترط على الرجل قبل الزواج به أو أثناء الزواج في العقد الزواج أنه لا يجوز له التزوج بها، فالحالة أنها لا يجوز له التزوج لأنه من التزم بالشيء لزمه.